عطنا بكبيرة هيك لحكتني كبيرة؟ كبيرة مع اني انا مش مصدق بس يلا بدي اروح اشوفها انا طيب طبعا بدي اروح ادور على العقربة هاي اذا كانت صغيرة طبعا يعني انه راح امسكها اما اذا كانت كبيرة بدش ودي كل جبان ولا كل الله يرحمه طبعا انا وصلت المنطقة اللي فيها العقرب على حسب وصف عدي اذا كانت العقرب صغيرة راح امسكها واذا كانت كبيرة راح اشرد يما هاي طلعت العقرب كبيرة طبعا انا بدي اشرد هلكيت بدنا نروح بدي اشوف شو راح احكي لعدي عدي عدي خلص انا العقرب شفته وتصرفت معاه وجاهز هلكيت امان اكيد 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 انا راح اتمشى طيب روح انا مسؤوليتي طبعا انا سمعت صوت الصوت قريب على الحيوان طبعا يا شباب انا بخاف ايش بدي اروح اشوف انا هسه شردت من الضب وانا بدي ارجع على المنطقه اللي فيها العقرب وانا بدي اشوف اذا جد موكلي مسكه بدنا نشوف والله لربي موكلي حكي لي ان المنطقه امنه مش فيها ولا اي حيوان اذا مش قادر موكلي طلع لي تمسيح والله لربي كل خبرتك هاي بحطها في جيبتي وانا عدائي العماسة اذا انك زلمة يا موكلي تيجي تعمل معي تحدي نشوف مين اللي اشطر انا ولا انت طبعا انا وصلني تهديد من عدائي انه نشوف انو اللي عنده خبرات اكتر انا ولا هو انا كملت التحدي وراح نعمل تحدي في الفيديو الجاي والسلام عليكم